بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ابتدينا استكمالا ان شاء الله النهارده للكلينيكال شيت. احنا ابتدينا نيورولوجي وخدنا جاسترو انترولوجي، فالنهارده هنقول كاردياك كيس تيكينج او كاردياك اكزامينيشن. الكاردياك احنا هنقوله منتهى البساطه اللي هو لمستوى طالب سنه رابعه او اللي هو خمسه القديم. هنبتدي من اول حاجه، بنقول الاناتومي بتاع الهارت. طبعا الف ب الكلام، الهارت بيتكون من اربع غرف وصلتين. ايه الاربع غرف دول؟ الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، ادي اوضتين، وليفت اتريوم وليفت فنتريكل، ادي اوضتين. طب ايه هما بقى الصالتين؟ الصاله الاولانيه البالموناري ارتري. ليه اسمه ارتري؟ لانه بيطلع من الهارت. اي حاجه طالعه من الهارت هو ارتري، اي حاجه داخله الهارت هو فين. فمع انه بيشيل دي اوكسجينيتد بلاد بس اسمه ارت. الاورطه تاني اوضه، تاني صاله اللي هي الاورطه. الاورطه ده طالع من الليفت فنتريكل، وطبعا الاورطه ده بيخرج الدم من الليفت فنتريكل ويوصله لكل اجزاء الجسم. كل اجزاء الجسم بمعنى كل اجزاء، مفيش حته الا الدم اللي جاي لها كان عدى على الاورطه. ساعات بنسمي الاورطه ده، او انا بحب اسميه سكند هارت، لان هو عنده القدره على توزيع الدم في البريفري. يعني القلب بيضخ الدم فبيخرجه بره القلب للاورطه، الاورطه بيضخ الدم برضه، هو سكند هارت، بيوزع الدم على التيشو اللي في الجسم كلها، يخش في ارتري كبير زي مثلا الرينال ارتري، وبعد كده الرينال ارتري يتفرع جوه الكيدني لسمول ارتريول، ارتريز اصغر واصغر واصغر لغايه الكابيلا. يبقى القلب بيتكون من اربع غرف وصلتين. طبعا القلب وظيفته اللي هو بامب. بامب يعني ايه؟ يعني بينقل الدم من حته لحته. قبله يجي له دم يخش جوه القلب، القلب يضخ الدم، يخرج براه يروح لمكان اخر. في الحقيقه شاديه لما كانت بتغني بتقول انا ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش ايه؟ كان ماليش قلبين. لا، هو احنا لينا قلبين، عندنا ليفت هارت ورايت هارت. الليفت هارت ده حاجه منفصله تماما عن الليفت هارت، الرايت منفصل عن الليفت، ده بامب وده بامب. ده لما يبقى فيلد يفشل في وظيفته يعمل مشكله، والتاني لما يفشل في وظيفته يعمل مشكله تانيه. فهم اكشولي هم قلبين، قلب شمال وقلب يمين. الفنتريكل الشمال والفنتريكل اليمين كل واحد بيقوم بوظيفة مختلفة أو بدور مختلف، وفشله بيؤدي إلى مشكلة مختلفة. مهم قوي قبل ما نتكلم عن الكلينيكال لازم نفتكر حاجة مهمة قوي اسمها الكاردياك سايكل. كل ما كانوا بيحبوا يخوفوك وانتوا عيال صغيرين في سنة أولى وتانية يقول لك هشرح لك الكاردياك سايكل، حس بالرعب على طول. الكاردياك سايكل هي المراحل اللي بتمر بعضلة القلب، بعضلات القلب أثناء ايه السايكل الواحده. السايكل اللي هي بتشمل سيستول ودايستول. سيستول اللي هو خروج الدم من القلب، والدايستول هو دخول الدم الى العضله بتاعه الفنتريك، امتلاء القلب. يبقى احنا عندنا دايستول ان الدم بيجي شمال قلنا حاجه، ويمين حاجه وشمال حاجه. في اليمين بيجي من السوبيريور فينا كيفا، من الراس والرقبه، والانفيريور فينا كيفا من الابدومين واللور ليمب، ويخش في الرايت اتريوم، يخرج عن طريق التراي كاست. تراي يعني ثلاثه، يعني ليه ثلاث بوابات او ليه ثلاثه فال، ثلاثه كاست، ينزل في الرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل ينقبض يطلع الدم للبلمونري ارتري. البلمونري ارتري ده يودي على ايه؟ على اللنج الشمال واللنج اليمين. هو دم ايه؟ دي اوكسجينيت، يروح لللنج يحصل له اوكسجينيشن يلم بعضه ويرجع للليفت هارت عن طريق لدم داخل، يبقى فين، يبقى اسمه بالمونري فين. عددنا اربعه بالمونري فين. بالمونري فين دي تدخل على الليفت اتريوم، والليفت اتريوم ينزلهم في الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل ينقبض يطلعهم في الاورطه يوزعهم على جميع اجزاء الجسم. ده بيحصل في السيستول. الليفت والرايت بيشتغلوا سينكرونس مع بعض، يعني في نفس الوقت. يعني ده مش بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده، لا، هما الاثنين بيشتغلوا في نفس التوقيت، بس اتجاه الدم فيهم ده جاي له من السوبيريور فينا كيفا وده جاي له من البلمونري
فين، الاثنين ينزلوا لتحت في الفنتريكل ليفت ورايت، الليفت يخرج على الاورطه والرايت يخرج على البالمونري ارتري. طبعا الصوره دي فارقه تماما تماما، هتفهمنا كل الميرمرز. ايه الميرمرز دي؟ لما يحصل لخبطه في سريان الدم نتيجه ان الفالف او الكاسب اللي بتعدي الدم البوابات ابتدت توسع او تضيق، حصل ميترال ستينوزس او ميترال ريجيرج او اورتيك ستينوزس او اورتيك ريجيرج، ساعتها البوابات دي لما تبوظ يحصل تيربلنس، دوامات دم في القلب. الدوامات دي بنسمع لها صوت بالسماعه اسمها ميرمر، ميرمر اللي هو لغط القلب. ولو حطينا ايدنا على القلب لو الميرمر ده عالي قوي بنسمع لها حاجه اسمها ثريل، ثريل اللي هو مشيان الدم تحت ايديك، انت سم حاسه من كتر ما هو ملخبط ودوامات، تحس بدوامات تحت ايديك اللي هو سريان الدم تحت ايدك اسمه ثريل. طيب ايه المراحل اللي بتمر في الكاردياك سايكل؟ احنا نتخيل اللي احنا الغرفه اللي احنا فيها دي، ده هو ده الفنتري، ماشي ماشي. الفنتريكل ده سواء شمال او يمين هو واحد بالنسبه لي، انا بتكلم شمال ويمين دلوقتي، الاثنين بيقوموا، ما احنا قلنا هما سينكرونس مع بعض بيشتغلوا مع بعض. فاحنا قاعدين دلوقتي فين؟ في الفنتريكل. الدم نازل لي من فوق في الدور الفوقاني، الشقه اللي فوقيه او الدور اللي فوقاني، بينزل لي الدم عن طريق الترايكاسبيد والمايتر، يقعد يخر الدم، الدم يعلى 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 لغايه فين؟ لغايه ما يوصل لاخر الفنتريكل. ساعتها الفالف اللي هو الترايكاسبيد والمايترال هي عامله كده، فهتعوم على وش الدم. لما تعوم على وش الدم تروح عامله كده مقفوله، الله. طب تتقلب؟ تتقلب لما تتملي؟ لا ما تتملي، ما تتقلبش. ليه ما تتقلبش؟ عشان حاجتين. اول حاجه هي ممسوكه بكورده تنديني تحت، شبكه كده ممسوكه مصل قويه ماسكاها ما تنفعش تتقلب. والحاجه الثانيه ان الدم ما بقاش ينزل من فوق لانه الفالف اتقفل، يبقى الدم يتن نازل من الاتريوم على الفنتريكل، الدم يعلى 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 لغايه ما الفالف يعوم على ايه؟ على وش الدم. يتقلب؟ لا ما يتقلبش. ليه ما يتقلبش؟ عشان ممسوك بحاجه اسمها كورده تنديني شمال ويمين، يبقى المايترال والترايكاس بيتقفلوا في نفس الوقت. قفلتهم دي نسمع لها صوت اسمها فيرست هارت ساوند، يبقى اول دقه في قلبي اللي هي بتسمع بتسلم عليك، اول دقه في قلبي بتسلم عليك اللي هي الفيرست هارت ساوند، بتتعمل نتيجه ايه؟ نتيجه كلوجر اوف ذا مايترال اند ترايكاس فالف. حلو جدا الكلام ده. يبقى دي اول حاجه، ان بيحصل حاجه اسمها فيلينج للهارت، فيلينج للفنتريكل، يعمل لي قفله الايه؟ الترايكاسبيد والمايتر. حلو خالص. طب هو الفيرست هارت ساوند بيتعمل من ده بس؟ لا، بيتعمل من حاجه تانية. اول ما بيتملي القلب الفنتريكل، اول ما بيتملي المصل بتبقى مشدوده. وكان في واحد زمان راجل طيب اسمه ايه؟ ستارلينج، عمل لي حاجه اسمها ستارلينج لو، قال لك ذا مور ذا ستريتش ذا مور ذا كونتراكشن بات ويزن ليميت. لما العضله تتشد تبقى عايزه تكونتراكت، تيجي تكونتراكت، اول ما تكونتراكت التون جواها يعلى، قبل ما تعمل كونتراكشن كده التون يعمل يعلى قوي. يعني ايه يعلى؟ لان في كميه دم موجوده في غرفه مغلقه لسه البوابات مقفوله، المايترال مقفول بالكورده تنديني ما ينفعش يتقلب لفوق، والاورطه لسه في بريشر جوه الاورطه مش قادره اتغلب عليه، فالدم لسه ما فطش وما خرجش بره الفنتريكل عشان يروح الاورطه. فساعتها بيسموها ايزو متريك كونتراكشن، يعني ايزو مساوي، متريك في الطول، كونتراكشن يعني انقباض، يعني انقباض من غير ما العضله تقصر، وذاوت شورتنينج، فيحصل التون عالي كده. حط ايدك على ايدي هتلاقي التون في ايدي عالي اللي هو ده الفنتريكل. وبعد كده الفنتريكل لما البريشر فيه يعلى قوي قوي نتيجه التون العالي يتخطى البريشر جوه الاورطه يبقى اعلى منه، فيندفع القلب المي الدم بمنتهى القوه جوه الاورطه، بيسموها ماكسيمم ايجكشن فيز، كميه الدم الكبيره جدا جدا بتندفع بكل قوه ناحيه الاورطه. امتى؟ لما البريشر جوه الفنتريكل يتغلب يبقى اكتر من البريشر جوه الاورطه، يعني بيسموها ماكسيمم ايجكشن فيز. بعد كده ريديوسد ايجكشن اللي هو بيتن وشويه الدم اللي فاضلين يروح عامل كونتراكشنايه كمان، يروح قايل لك ايه؟ يروح مخرج الدم بره الايه؟ الاورطه. حلو قوي. الاورطه يبقى فيه دم، وكذلك البلمونري، انا لما بقول كلمه اورطه اتملى يبقى كمان البلمونري اتملى. الاورطه اتملى 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 اتملى، الاورطه سبحان الله
ربنا خلق الفالف بتاعه على هيئة جيوب فتحتها لفوق، فلما الدم يخش جوه الأورطة يحاول يرجع تاني، لما الدم بقى خلاص خد كفايته، الأرض الفنتركل خد كفايته وخرج كل اللي فيه، يحاول يرجع الدم تاني، يروح مالي الجيوب، هما 3 جيوب قدام بعض، يروح مقفولين على بعض، مسكرين على بعض، نعمل صوت اسمه السكند هارت ساوند. طب وليه ما بيعديش الدم؟ لأن الجيوب لما بتتملي بتقفل الفالف، بيسموها سيمي ليونر فالف، نفس ايه، اكنها هلال، 3 هلالات جنب بعض، الفتحه بتاعتها لفوق، فالجيوب تتملي، فالكاسب تقفل، فالدم يمنع ما يرجعش للاورطه، ما يرجعش للفنتريكل. من فين؟ من الاورطه او من البلمونه. مين اللي قروبه وعمال يملى واحنا مش واخدين بالنا؟ الاتريوم. الاتريوم بيملى ليه؟ عشان بيجي له دم من سوبيرو فينا كيفا وانفيرو فينا كيفا عند الرايت، ومن الليفت يجي له من البلمونري ارتري. البلمونري فين؟ عمال يملى يملى يملى، الضغط فيه يعلى، يروح فاتح الكاسب. امتى يفتح الكاسب؟ لما الفنتريكل بعد ما يكون تراكت خالص خالص او التون عالي قوي، يقول انا ايه العبط ده؟ وانا عامل كونتراكشن ليه؟ طب ما ريح شويه. لما يريح شويه اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. يعني ايه؟ يعني بعد ما انقبض جامد 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 يروح مريح، التون يقل، فالضغط جوه الفنتريكل يقل، الاورطه مليان دم، بالجرافيتي يروح فاتح الكاسب اللي هو المايترال والتريكاسب، يروح مالي الفنتريكل، يملى 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 لغايه ما ايه، لغايه ما الفالف يعوم على وش الايه الدم. في الاخر الاتريوم يروح منزل معظم الدم اللي فيه، بيفضل 30% او 20% من الدم جوه الايه، جوه الاتريوم، مش عارف ينزل بالجرافيتي. الاتريوم يزعل من نفسه قوي، يقول ايه ده، انا مهما كنت ايه عضله لازم اعمل لي منظر، فيروح عامل كونتراكشنايه في الاخر اسمها اكتيف فيلينج فيز. يبقى الباسيف فيلينج ده بتقل الدم، عارفه تقل دم امه، او تقل دم امه ده اللي هو في الايه، في الاتريوم، الاتريوم الدم بقى كتير وتقيل، فيروح فاتح الكاس، يروح منزل الدم، ده باسيف. في الاخر الاتريوم يقول انا مهما كنت ايه عضله، يروح عامل له ايه كونتراكشنايه واحده، يروح عامل كونتراكشن، يروح منزل بقيه الدم جوه الفنتريكل، بيسموها اكتيف فيلينج فيز. الدم يعلى 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 يعلى، يعوم على وش الدم مين؟ الايه؟ المايترال والترايكاسبيد. يتقلب؟ لا ما يتقلبش. ليه؟ علشان الكوردة تنديني قفلته دي، نسمع لها صوت اسمها الفيرست هارت ساوند. يبقى الفيرست هارت ساوند بيتعمل من ايه؟ من الكلوجر اوف ذا مايترال اند ترايكاسبيد، وبدايه الكونتراكشن بتاعه الفنتريكل. طب الاس 2 اللي هو سكند هارت ساوند يتعمل من ايه؟ يتعمل من الكلوجر اوف سيمي ليونار فالف اللي هو البلمونري والاورطه، لما الدم بيجي في البلمونري الاورطه يروح عامل الايه؟ الكونتراكت الايه؟ الصوت اللي هو السكند هارت ساوند. تمام، يبقى احنا عندنا سيستول ودايستول. السيستول هو انقباض عضله القلب، خروج الدم من الفنتريكلز الاثنين للبلمونري والاورطه. طب والدايستول هو نزول الدم من الاتريوم للفنتريكل اللي هو ملو الفنتريكل. طبعا الدايستول اطول من السيستول. الفيرست هارت ساوند هو بدايه السيستول، والسكند هارت ساوند هو بدايه الدايستول. طبعا هي دي الكاردياك سايكل البشعه اللي انا عمري ما احب اشرحها بالشكل ده. كل دي ايه؟ طبعا الكونتراكشن بتاع القلب ده ما هو الا سلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين. الاكتين اوفر مايوسين بيسلايد مع بعض، وده طبعا هو ده اللي بيشتغل عليه حاجات اسمها الديجيتاليس اللي هي الانوتروب اللي هو بيقوي ضربات القلب او بيقوي عضله الكونتراكشن بتاع القلب، فده بيخلي فيه سلايدنج اوف اكتين اوفر مايوسين، فيبقى الكونتراكشن اقوى ما يكون. طب الهارت فيلير، هو احنا الاول نعرف هو يعني ايه هارت فيلير؟ يعني الفيلير بتاع القلب. طب هو القلب امتى يفشل؟ قال لك كل واحد يفشل لو ما قدرش يعمل الوظيفه الاساسيه بتاعته. امتى نقول على طالب في سنه رابعه فاشل؟ لو ما ذاكرش في سنه رابعه وما نجحش في الامتحان. اشمعنى؟ ليه اخترنا النجاح مع انه الطالب ده ما بيعرفش يعزف جيتار مثلا؟ ليه ما قلناش عليه فاشل؟ قال لك اصل دي مش الوظيفه الاساسيه. يبقى امتى نقول على شخص فاشل او اورجان فاشل؟ لو ما قامش بالوظيفه الاساسيه بتاعته. ايه الوظيفه بتاعت الاساسيه بتاعت القلب؟ هي كلمه واحده اسمها بامب. القلب ما هو الا بامب. بامب يعني ايه؟ يعني مضخه، ينقل الدم من قبله يوديه للمنطقه اللي بعده. كل وظيفه القلب ان هو بينقل الدم من حته لحته. يبقى فيلير از انابيليتي تو دو ماي ورك، يبقى الورك اوف ذا هارت هو بامب، ادي بامب اهو بالشكل ده.
مضخ نفس الحكايه، ان هو بيخرج الدم من حته ويخرجه في حته تانيه. لو المضخه دي بايظه ساعتها الدم هيتراكم قبلها ومش هيوصل للي بعدها. ادي مضخه اهي بتوصل الدم، ادي الدم اهو بتوصله للنقطه الجردل ده اللي هو اللي بعده. لو المضخه بايظه الدم هيتراكم جوه البير هنا ومش هيوصل للجردل ده. يبقى احنا عندنا هنا لو هنا فيلير، القلب مش قادر يقوم بده، هيحصل ايه؟ هيحصل ان دي المضخه، ادي القلب اهو البامب، والدم جاي من قبله علشان يوصل للنقطه اللي بعده. لو الدم القلب فيل اهو، ادي القلب اهو دي وظيفته. لو حصل فيلير الدم هيتراكم في النقطه اللي قبله، دي مهمه جدا، يتراكم واللي بعده لا يصل. لا يصل يعني ايه؟ يعني ما يوصلش، يبقى في عندي احساس بنقص الدم في الحته دي. كلمه يتراكم بالانجليزي اسمها كونجيشن. لو الكونجيشن ده حصل في اللنج يبقى اسمه لنج كونجيشن، لو حصل في الجسم كله يبقى اسمه سيستميك كونجيشن. ما احنا قلنا عكس الكلام اللي قالته شادي. شادي قالت ماليش قلبين ما اقدرش احب اتنين عشان ماليش قلبين. لا، احنا لينا قلبين، قلب شمال وقلب يمين. القلب اليمين لو فيل الدم مش هيتراكم قبله، مين اللي قبله؟ الجسم كله، سوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا. فالجسم يحصل له سيستميك كونجيشن، يبقى الدم محتقن جوه الاوعيه الدمويه الفينا سيستم في كل الجسم قبل القلب. طيب لو رايت سايد هارت فيلير ايه التاني؟ لا يصل، اللي هو الدم ما يروحش لللنج فما يجيش للليفت فينتريكل فما يخرجش في الاورطه، فالعين يشتكي من نقص في كاردياك اوت بوت، لو كاردياك اوت بوت. ايه كاردياك اوت بوت؟ هو كميه الدم اللي خارجه من القلب عن طريق الاورطه في وحده الزمن. لما كميه الدم بتقل فالعين ده يشتكي من لو كاردياك اوت بوت سيمتوم. يبقى انا عندي الهارت فيلير هارتين، ليفت ورايت. الليفت الرايت لو العيان فيلد رايت سايد يحصل له سيستميك كونجيشن، الدم يحتقن ويتراكم في الجسم كله. طب قدامه ايه؟ اخر مرحله اللي هو خروج الدم من القلب فيحصل له لو كاردياك اوت بوت فيل. ماشي الكلام؟ طيب ادي اهو عندي هنا فيلير، هنا الدم مش هيوصل لقدامه فمش هيروح لللنج فمش هيرجع للليفت فمش هيخرج للسيستميك سيركيوليشن عن طريق الاورطه، هيبقى لو كاردياك اوت بوت. حلو قوي. يبقى الديفينيشن اوف هارت فيلير. العكس بقى في الـ في الـ في, الـ في الرايت سايد. طيب الرايت سايد، الرايت سايد فيلد الرايت فينتريكل ما بقاش قادر يقوم بوظيفته. طيب الدم اللي جاي له من اللنج عن طريق البلمونري فين، الاربعه بلمونري فين، هل هيقدر يتحمل دم زياده؟ ما يقدرش. طب يحصل ايه؟ اللنج تستوعب كميه الدم غصب عن عينها فيحصل لها لنج كونجيشن. يعني ايه لنج كونجيشن؟ يعني الحويصلات الهوائيه، الدم اللي حواليها اللي هي الالفيولاي، الدم اللي حواليها اللي المفروض يعمل اكسجينيشن يبقى كونجستد جواها، متخزن جواها. فاللنج وظيفتها التهويه، هواء ما فيش قادره تستخدم تستوعب هواء زياده لانها مليانه دم محتقنه بالدم. فالعيان يجي له ديسنيا، نهجان، زي ما انا عندي نهجان كده من كتر الكلام، نهجان. فيحصل له لنج كونجيشن اللي هي ديسنيا اساس المانيفستيشن بتاعها، اللي هو نهجان او كرشه نفس على راي العيان. طب الدم ما يروحش للليفت فينتريكل؟ اه، وما يخرجش من الليفت فينتريكل، العين يشتكي من لو كاردياك او دي. يبقى الهارت فيلير المانيفستيشن بتاعته ثلاث مجموعات من المانيفستيشن. لو الرايت سايد فيل يحصل له سيستميك كونجيشن. طب ولو الليفت سايد فيل يحصل له لانج كونجيشن. والاثنين يعملوا لو كاردياك اوت بوت، لان اللو كاردياك اوت بوت هو المآل النهائي للدم اللي هو خروجه من القلب. الدم ما بقاش عارف يخرج من القلب سواء في الليفت سايد او في الرايت سايد، فالعيان يجي له لو كاردياك اوت بوت مانيفستيشن. يبقى الهارت فيلير ان ابيليتي اوف ذا هارت تو سبلاي سفيشنت بلاد فلو تو ميت بودي نيد، اللي هو الميتابوليك نيدز بتاعت الجسم، نتيجه اللو كاردياك اوت بوت ده النتيجه النهائيه للهارت فيلير. ما هو البامب فيل يبقى الدم او الفلويد اللي خارج من البامب ما بيوصلش للي بعدها فيحصل لو سبلاي. الحاجه الثانيه الدم يتراكم في الاورجن، خد عندك بقى، يتراكم في اللنج يعمل لي بلورال افيوجن، يتراكم في الابدومين يعمل لي اسايتس، يعني ايه؟ يعني فلويد في الابدومينال كافيتي، يتراكم في الكبد يعمل لي هيباتيك كونجيشن، يحتقن الدم
جوه القلب، جوه الكبد، الكبد يبقى كونجستد وذ بلاد، فالعيان يجي له بين في الكبد، ويجي له جوندس لان الكبد الاوعيه الدمويه بقت ضغط على خلايا الكبد فيجي له صفره. الدم يحتقن في اللور لمب فينشع بره، ينشع بره يعمل له لور لمب اديمه، رجليه تورم، سوفت اديمه مليانه ميه. ايه الميه دي؟ دي نشع من البلاد فيسل اللي كونجستد ويز بلاد لانها مش قادره تستوعب دم اخر. طيب نرجع تاني بقى لمرجوعنا الاساسي اللي احنا جايين له نقوله النهارده، اللي هو هيستوري تيكينج بتاع القلب. طبعا طبعا طريقه الاخذ الهيستوري لازم تبقى فاميليار وذ ذا بيشنت، تتعرف عليه وتعرفه بنفسك، ده مهم جدا. انا فلان الفلاني طالب في سنه رابعه، بعد اذنك هل ممكن اخد منك هيستوري؟ هل بعد اذنك هل ممكن اخد اعمل اكزامينيشن او اعمل فحص؟ إيه، وتبقى هو ده الموافقه بتاعته، لازم تاخد موافقته قبل ما تقول. طبعا لازم تبقى واقف على يمين العيان، لازم يبقى الدريس كود، يعني افضل طبعا ان انت لابس تبقى بالطو اوفيشالي، إيه ده افضل حاجه، ما تجيش طبعا كاجوال ولا بالطريقه دي، طبعا الراجل ده فضيحه، صعب اللي انتوا تبقوا كده. نبتدي في الهيستوري. الهيستوري زي ما قلنا كل مره هو نفس الكلام، نفس الايتم، نفس العناوين: بيرسونال هيستوري، كومبلين، بريزنت هيستوري، باست هيستوري، وفاميلي هيستوري، والاكزامينيشن جنرال ولوكال. جنرال اكزامينيشن ولوكال اكزامينيشن. الجنرال هو كل ما له علاقه بالموضوع ما عدا الهارت، يعني بقى ابر لمب، لور لمب، ابدومن، شيست، نيورو، كل ده جنرال اكزامينيشن. اللوكال هو الاكزامينيشن اوف ذا هارت لوحده. البيرسونال هيستوري زي ما قلنا المره اللي فاتت هم الناس الامراء، طبعا حضراتكم الناس الامراء، النيم يبقى ثلاثي او رباعي، الايدج في ايدج ريليتد ديزيز، لو جاله واحد قلنا اسكيميك هارت ديزيز ده بيجي سن فوق سن 40 55، الكونجينيتال هارت ده بيجي قبل 10 سنين بيظهر كونجينيتال هارت ديزيز زي فالوت او وات ايفر، اورتيك ستينوزس كونجينيتال، كل الحاجات دي بتظهر في سن مبكر جدا. طبعا في بعض الامراض بتخلي العيان يبقى شكله اكبر من سنه، زي مثلا السموكينج فلازم تبطله طبعا، الكرونيك اكسبوجر تو سان لايت، عشان كده اللي بيشتغلوا في الارض والفلاحين تلاقي الواد شاب عنده 20 سنه وممكن تدي له اكتر من كده بكتير. في بعض الامراض بيبقى بيريس ايرلي سينيليتي اللي هي زي البروجيريا والكرونيك ديبليتيتنج ديزيز، اللي عنده دايابيتس سينس تشايلد هود او روماتويد ارثرايتس، كل الحاجات دي بتبين العيان اولدر في الايدج. ايه اللي يخليه لوك يانجر؟ اللي العيان يبقى عنده مثلا 30 40 سنه وشكله عنده 20، طبعا كلكم نفسكم يبقى الكلام ده جود جين، يعني واحد قمر متجوزه قمرايه، مش متخل مش متخ يعني مش متخيلين اللي هم يتجوزوا واحد زي القمر برضه. الحاجه الثانيه هايبوجوناديزم، دي امراض بقى اللي عنده نقص في هرمونات الجونات، ساعتها العيان برضه بيبقى تشايلدش فيس، والهايبان هايبوبيتيوتريزم، كل دي الحاجات دي السكس هرمون بتبقى ديفيشنت، فبيبقى شكل البيشنت اصغر من الحقيقي. في سكس ريليتد ديزيز، يعني كوروناري هارت ديزيز قبل المينيبوز في سن الثلاثينات الى الاربعينات، يبقى كومن ان ميل، فيري رير انه يجي في ميل، في فيميل يجي بعد المينيبوز. الفيميل يجيها الكوريه زي ما هنشوفها ان شاء الله في الروماتيك فيفر، وفي اللوبس، اللوبس كل تسع واحد كل تسع ستات قدامهم راجل واحد عنده سيستميك لوبس، تسعه الى واحد. اوكيوبيشنال الفارمر والبلهرزيزيس، الحاجات اللي بيشتغلوا ستريس والاسكيميك هارت ديزيز، دي في ريليشن ما بينهم. الماريتال ستيس بنقول ده سنجل ولا مارد ولا ديفورسد ولا ويدو او ويدور، ويدور اللي هو الارمل اللي هو الراجل زوجته متوفاه. النمبر اوف تشيلدرن، وقلنا قبل كده ان احنا بنسال على الايدج اوف ذا يانجست عشان نشوف ده كان فيرتايل لغايه كام سنه، لو عنده طفل عنده شهر او اتنين يبقى هو كان فيرتايل لغايه اخر وقت. الريزيدنت بورن فين وليف فين، وكل واحد بيحمل في معاه في جعبته امراض الحته اللي اتولد فيها وبيتحمل الامراض البيئه اللي هو عايش فيها، واحد اتولد في العراق وعايش في مصر فعنده امراض العراق وعنده امراض مصر. هابتس طبعا السموكينج هو اهم حاجه وعلاقته قويه جدا بالاسكيميك هارت ديزيز، احنا بنقول في حاجه اسمها سموكينج اندكس، دي اللي احنا بنعرف فيها العيان ده هل هو كرونيك هيفي سموكر ولا لا. كرونيك هيفي سموكر اللي هو لو النمبر اوف سيجاريت في النمبر اوف يير اكتر من 400، يعني لو هو بيشرب سجاير 20 سنه كل يوم بيشرب 20 سيجاره فده اسمه كرونيك هيفي سموكر، ده بيبقى لايبل لكل الكومبليكيشن بتاعت زي السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، الاسكيميك هارت ديزيز،
ايه البرونكوجينيك كارسينوما والجي اي بروبلم بتاعت الالكو اللي بتاعت السموك. الالكول طبعا برضو ليه علاقه وخصوصا بالليفر ديزيز. الدراجز والاي في دراجز اللي هو الادكشن طبعا علاقته بالانفكتيف اندوكاردايتس، لو بيدخل بكتيريا جوه البلاد فممكن توصل تعشش جوه القلب، يعمل له حاجه اسمها انفكتيف اندوكاردايتس، مرض من اخطر ما يكون. طبعا انت لما بتيجي تقول البيرسونال هيستوري لازم تقول البيرسونال هيستوري ان سنتنسز، ما تقوليش واحد اسم العيان كذا كذا كذا، ما تبقاش الاستاذه ميرفت في الدور الرابع، ما ينفع. لازم تقول لي ان سنتنسز، تقولها لي كجمله على بعضها، ميل بيشنت نيم فلان الفلاني عنده كذا سنه، مارد اند هاز 3 اوف سبرينج، ذا يانجست از 2 ييرز اولد، هي ووز بورن اند ليفز ان شبرا، work as a worker in a school and he is chronic heavy smoker، بتقول ان هو بيشرب 20 سيجاره لمده 25 سنه. كده انت تكتب البيرسونال هيستوري، ما تقوليش نيم كذا ايج كذا، الكلام ده طبعا غلط جدا لان انت بتلقي كومنت على البيرسونال هيستوري. الكومبلين زي ما قلنا قبل كده بالعقل، ما نقولش ميديكال تيرم بس بالعقل. يعني ايه بالعقل؟ ما تقولش نفس الكلام اللي بيقوله العيان لو بيقول كلام غريب، يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت ان عيان بيقول لك عندي لور ليمب بين، عندي ايه، يفسرها بايه، يقول له ايه والله انا عندي صاروخ نار طالع من رجلي واصل لمخي، هو متهيأ له كده، هو حاسس بكده. ما تقوليش بقى روكت اوف فاير ستارتنج فروم لور ليمب ريتشنج برين، لا تقول بين ان لور ليمب. طبعا بنقول نو ميديكال تيرم، ما نقولش مثلا ديسنيا، لان ديسنيا دي شورت، دي ميديكال تيرم، نقول شورتنس اوف بريس، كرشه نفس. ابدومينال ديستنشن بس ما نقولش اسايتس، لان انت ما شفتش بالسونار ولا سحبت عينه من بطنه وشفت ان فيه اسايتس. قول لي شيست بين، ما تقوليش انجاينا، لان انجاينا ده لازم تعمل رسم قلب وتعمل كاردياك انزايم لو كان مايوكارديال انفاركشن. طبعا البريزنت هيستوري زي ما احنا متعودين في كل مره بنقول اللي هم 10، تلك 10 ايه كامله. ال10 الكامله بتاعتنا في 6 مهمين ما ينفعش تنساهم لو فزي ما بنقول كده، هو السبعه او الست الاولانيين دول اساسيين غير مقبول التهريج فيهم ولا ان احنا ننسى فيهم حاجه. الاربعه التانيين اقل اهميه برضه هيضيفوا الينا بعض المعلومات القيمه. نبتدي بالكلام الاساسي اللي احنا عندنا سيمتومز اوف بالمونري كونجيشن. احنا قلنا ان احنا عندنا القلب قلبين، قلب شمال وقلب يمين. هنبتدي بالقلب الشمال. القلب الشمال لو فشل هيعمل حاجتين، هيعمل ايه اول حاجه؟ اقول قول معايا lung congestion، تمام، وقدامه يعمل low cardiac output. يبقى انا عندي مجموعه manifestation، رقم واحد manifestation of lung congestion او pulmonary congestion، ومجموعه الثانيه اللي هي low cardiac output. طب وبالنسبه للرايت سايد عندنا systemic congestion، وايه المجموعه الثانيه؟ low cardiac output. يبقى احنا كده محصله الكلام عندنا ثلاث مجموعات من السيمتومز اللي هم ثلاث الحاجات اللي بنسأل عليها، ثلاث مجموعات من الأسئلة في عيان الكارديك. أول حاجة symptoms of pulmonary congestion أو lung congestion، symptoms of systemic congestion، ورقم ثلاثة symptoms of low cardiac output. طيب نبقى نبتدي بالبلمونري congestion. فيه دم كتير في اللنج، دم كتير في اللنج، فيعني اللنج مش قادرة تقوم بوظيفتها اللي هي التنفس، فالعيان يجي له كرشة نفس أو ضيق في النفس اللي هي اسمها ديسنيا. الحاجة التانية الهواء الالفيولاي بتبقى مكونجستد، فالعيان يكح من كتر الكونجيشن، واحدة من البلاد فيسل تفرقع من كتر الكونجيشن او من الكابيلاريز يعني، فيعملوا شوية هيموبسيز. هيموبسيز يعني كافينج اوف بلاد. طبعا زي ما احنا شايفين كده الديسنيا، الديسنيا اول حاجة اللي احنا مانيفستيشن اوف ليفت فنتريكولار فيلير، الليفت فنتريكولار الدم مش هينفع يجي هنا فهيتنه في اللنج، فيحصل له لنج كونجيشن زي ما انتم شايفين اللنج محتقنة بالدم. دي طبعا كلها تفاصيل احنا قلناها قبل كده فمش عايزين ايه نكرر الكلام كتير. الديسنيا هي ايه؟ هي سبجكتيف، يعني انت عمرك ما هتقدر تفحص العيان وتقول ده عنده ديسنيا، العيان هو اللي هيقول، لان دي حاجه اسمها سبجكتيف، العيان هو اللي بيقولها. امال ايه لو انت اللي بتقولها اسمها اوبجكتيف؟ سبجكتيف انكمفورتبل اويرنس اوف بريزنج، انت لو ركزت في نفسك هيجي لك ديسنيا. لو انت مركز كلكم دلوقتي جالكوا ديسنيا وانا بتكلم طبعا. Due to excessive use and fatigue of respiratory muscle، اخد النفس كتير كتير ده هيعمل ديسنيا. الديسنيا ليها جريد، في اربعه جريد. طب انا هعرفها ازاي؟
والله في ناس تلاقيها كاتبه لك ايه، لو طلع الدور الاولاني يبقى ده عنده مايلد، لو طلع الدور اللي مش عارف ايه يبقى سيفير ديسنيا، لو طلع لو مشي 300 متر. كل الكلام ده غلط طبعا، لان انا دلوقتي لو اتكلمت مثلا واحد بيجري ماراثون، يعني هو بيجري 45 كيلو، يعني على الكيلو ال 30 كده متعود يجي له ديسنيا، ده الكومن بتاعه. طب افرض النهارده جاله ديسنيا على باول بعد 10 كيلو، يبقى ده ديسنيا لور ذان اورديناري ايفورت. فهي الفكره كلها هي الاورديناري ايفورت بتاع المريض قبل كده كان ايه، وقيس على ذلك. واحد شغله مكتبي، ده الاورديناري ايفورت بتاعه اللي هو يا دوبك يطلع سلم دورين ثلاثه بس. واحد بيلعب ماراثون او لعيب كره قدم او كذا، ده الاورديناري ايفورت بتاعه اللي هو بيجري 45 دقيقه مثلا من غير راحه. فطبعا ده اورديناري ايفورت وده اورديناري ايفورت، والاثنين هو انت بتقول له لما تيجي تسال العيان بتساله سؤال عام، النهجان ده انت بيجي لك النهجان عند المجهود العادي وكل واحد، او اكتر من العادي ولا اقل من العادي، وكل واحد ليه العادي بتاعه. انا ساكن في الدور الثاني واخويا ساكن في الدور الثالث، حلو جدا. انا النهارده طلعت الدور وانا طالع الثاني، قلت طب انا هعدي على اخويا اقعد معاه شويه، طلعت الدور الثالث قعدت معاه ابتدى يجي لي ديسني، يبقى ده مور ذان اورديناري اف. طب لو طلعت الدور الثاني بتاعي شقتي اللي انا بطلعها كل يوم، يبقى ده ات اورديناري اف. طب لو لسه انا طالع في الدور الاولاني عند اختي، اختي في الدور الاولاني وطلعت عندها، يبقى ده ليس ذان اورديناري اف. طب لو انا لسه قاعد في العربيه وجالي الديسني، يبقى ده ات ريست، يبقى دي اخطر انواع الديسني او دي اعلى انواع الديسني. قس على ذلك واحده كل حياتها اللي هي بتعمل بترص المحشي، لو هي الاورديناري ايفورت بتاعها اللي هي ترص حله المحشي لغايه الاخر، يبقى ده ات اورديناري ايفورت. لو قالت هتعمل حله محشي لاخوها جنب الحله فتبقى ده مور ذان اورديناري. لو هي بتعمل عند اول سطر في المحشي تحت، ما هو محشي كرومب على فكره، اول محشي كرومب تحت، يبقى ده ليس ذان اورديناري ايفورت. لو هي لسه بتفكر انا هجيب الكرومب منين، وبتقول للراجل يا راجل هات لنا كرومب وانت جاي، وجالها ديسنيا، يبقى ده ات ريست. يبقى انا عندي جريد اوف ديسنيا اكوردنج للاورديناري ايفورت، عشان ما تقعوش في حته 300 متر و400 متر ونجيب مازوره ونقيس والكلام الهبل ده، طبعا ده إيه؟ ايه غلط خالص. نيجي من انواع الديسنيا، يعني انا سالت دلوقتي الديسنيا اونست كورس ديوريشن ابتدت بقى امتى، بقى لها قد ايه، بتزيد ولا بتقل، ابتدت فجاه ولا بروجريسيف. ايه السؤال اللي بعد كده؟ هل هي معاها اورثوبنيا ولا؟ يعني ايه اورثوبنيا؟ اورثو يعني الاساسي، يعني لما الاخوه المسيحيين يقول لك ده اورثودوكس، يعني ايه اورثودوكس؟ يعني اورثو يعني هو الدين الاساسي او الدين المسيحي الاساسي الارثوذكس. احنا برضو اورثوبنيا هو الارثوبنيا اللي هو في الوضع الاساسي، والوضع الاساسي هو ريكامبنت بوزيشن. يبقى هو بيقول ان انا لما بنام في الريكامبنت بوزيشن اللي هو الاورثو اللي هو بلين الوضع الاساسي بتاعه، هو ده الايه؟ الايه؟ قولوا معايا الارثوبنيا. يبقى ديسني ات ريكامبنت بوزيشن ريليفد باي سيتنج، لازم العيان لما يجي له نهجان وهو نايم لو قعد يرتاح، لو قعد وما ارتاحش ما تبقاش اسمها ارثوب. يبقى احنا بنساله ازاي؟ بيقول له انت بتقدر تنام فلات زي الدبدوب ده كده، ولا بتقدر لازم تحط مخده زي الدبدوب ده؟ هل انت بتقدر تنام فلات ولا بتحط مخدات؟ طب لو بتحط مخدات هل كانوا كام وبقوا كام؟ لا ده كانوا واحده بقوا اتنين بقوا تلاته، ما بقتش اقدر انام دلوقتي الا وانا قاعد، يبقى دي بروجريسيف اورثوبنيا. طبعا هي موجوده مينلي في الليفت سايد هارت فيلير، ممكن لو واحده بريجننت يحصل لها كده، لو عنده تنس اسايتس يحصل له كده، لو عنده ايبيكال لانج ليجن يحصل له كده. طبعا انا بالنسبه لسنه رابعه كويس قوي اللي انت تعرف اللي هو في الليفت سايد هارت فيلير. ليه بيحصل اورثوبني؟ قال لك وانت نايم بيزيد الفينس ريتيرن لان بينعدم الجرافيتي، فمن رجليك يجي الدم يروح على القلب والقلب مش ناقص. هو انا ناقص يا اخويا؟ هو انا ناقص؟ ده القلب بيقول يا رب بس ايه عدي البلصايه دي او عدي السايكل دي. لما رجع له دم كتير مش هيعرف يتعامل معاه، فهيتخزن في اللنج فيجي له لنج كونجيشن وهو نايم. الحاجه الثانيه وهو نايم الفيسرا بتاعت البطن ضغط على الديافرام، مش يقول لك بطنه كابسه على نفسه؟ اهو برضه الديافرام كابس على نفسه، ضغط على اللنج فتخلي اللنج مش قادره تتحرك. الحاجه الثانيه الريسبيراتوري ماسل وانت نايم بتبقى الانتركوستال ماسل برضو مش ايزلي موف. الحاجه الثانيه وانت نايم بيبقى البرين في برضو في الفلات بوزيشن بيبقى فيه ريسبيراتوري سنتر كونجشن. هي اهم واحده، هي اول واحده اللي هو انكريز فينس ريتير، لان اللور ليمب عشان كده العيان وهو نايم بيجي له الارثوب. نقطه ثانيه نقولها بسرعه، العيان ده برضو بيحصل له حاجه سبيسيفيك قوي اللي هي اسمها باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. باروكسيزمال يعني اتاك، نوكتورنال يعني بالليل،
نهجان ديسني يعني نهجان، فهو بيجي له اتاكس اوف نهجان بعد ما ينام، بعد ما ينام بساعتين ثلاثه يصحى دايما يوصف لك العيان ده يقول لك انا بقوم فجاه على كرشه نفس عنيفه، كحه وبلغم وممكن يبقى فيها بلاد، واقوم اقف قدام الشباك بحس ان انا ايه نفسي مكتوم، واول ما اقف ارتاح. ايه اللي بيحصل؟ قال لك دي حاجه اسمها باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، دي باثوجنومونيك. يعني ايه باثوجنومونيك؟ يعني لو قلتها يبقى انت كده بتختم العيان بالختم الاساسي بتاع الهارت ليفت سايد هارت فيلير، ما ينفعش تيجي في عيان تاني. يعني لو قلت العيان عنده باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، ما غير مقبول اللي انت تقول لي ده طلع مش هارت فيلير، لا ده لازم يبقى هارت فيلير. ليه بتحصل؟ قال لك في ميكانيزمات كتيره قوي، اشهرها اللي برضو لما بينام بينهبت السمباثاتيك ديورنج سليب، بيبقى اجريفيت الهارت فيلر. القلب ده شغال بسمباثاتيك، فلما السمباثاتيك يختفي او يقل القوه بتاعه انقباض القلب بتقل، فالليفت سايد هارت فيلر يزيد. حاجه ثانيه السليب بيزود البارا سمباثاتيك فينهبت الريسبيراتوري سنتر، وهو نايم يقول لك ان هو ممكن يتزحلق من على المخده، لما بيخش في ديب سليب يتزحلق من على المخدتين او الثلاثه اللي نايم عليهم، فيحصل له كرشه نفس نتيجه ان الايه اللانج بتبقى كونجستد. لو جاله حلم، لو حلم بامتحان اخر السنه مثلا وهو نايم، يجي له نايت مير. النايت مير ده يزود الضغط فيزود العبء على القلب. اشهر سبب اللي هو اخر واحد، اللي هو وهو نايم بيبتدي الفلويد اللي بره اللي بره البلاد فيسل ترجع، فيعيد العبء فيزيد العبء اللي على القلب، فيحصل له باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. وليه بتحصل بعد ساعتين؟ عشان الساعتين دول هم اللي بيجمعوا فيهم الفلويد فبيتراكم، والقلب ما بيقدرش يتصرف مع وجود الباراسمباثاتيك ونقص السمباثاتيك والنايت مير اللي هو بيحلم بامتحان اخر السنه. يبقى هم دول الاربع خمس حاجات اللي هي كلها ثيوريز. هل هي واحده منهم 100% صح؟ لا، كلهم مع بعض هم يفسروا معنى كلمه باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. طبعا في حاجات بقى يعني بلاش السنه دي، نقولها السنه الجايه ان شاء الله مع سنه ايه مع البكالوريوس. يبقى دي اول حاجه اللي هي اسمها ديسنيا. تاني حاجه كاف، طبعا في كونجيشن في الالفيولاي حوالينها، فالعين يبتدي يكح. يكح الاول ممكن تبقى دراي ولا برودكتيف، اونس كورس ديوريشن الاول بنسال، وبعد كده بنشوف هي دراي ولا برودكتيف. بتاعه الهارت فيلير بتبقى برودكتيف لان في نشع فلويد في الالفيولاي فبيخرج فروسي سكريشن كميات كبيره، الكميات دي ممكن يبقى فيها بلاد لو حصل واحده من الكابيلاريز فرقعت. طبعا عموما لما بنسال على الاكسبكتريشن بنسال على كميته، الانست كورت ديوريشن طبعا الاول، وبعد كده بنسال هل هي كتير ولا لا. لو كتير قوي بنفكر بقى في حاجه اسمها سابيوراتيف لانج ديزيز، دي حاجه تانية غير الدرس بتاعنا النهارده. سابيوراتيف ده يعني اللي هو فيه انفكشن في اللانج جمعت بص، واحد عنده لانج ابسس، عنده حاجه اسمها برونكيكتيزيس. برونكيكتيزيس ده يعني دايلاتيشن في البرونكاي وجواها بص، اكيد انتوا خدتوها في الباثولوجي. او يكون عنده امبييما وبرونكو بلورال فيستولا، عنده بس صديد في البلورا وفتحت على الفيولاي فتخرج لي كميه كبيره من البص. الاودر بقى، هل لو كانت سابيوراتيف لانج طبعا بتبقى فيتد اودر يعني اللي هي باد اودر. الكلر هل هو وايت لو كان كونجيشن ولا انفكشن يبقى يلو. الريليشن تو بوشر طبعا الكلام ده برضو ايه بقى نقوله ان شاء الله في السنين الجايه، بس المهم ان احنا بنشوف الاماونت وهل هو معاه بلاد ولا لا. الهيموبتيز هو كحه فيها دم، ممكن الدم يبقى فرانك كميه كبيره او بلاد تنجد كميه قليله مجرد خيوط من الدم، او فروسي بلاد اللي هو في رغاوي وفيها معرقه بدم، او بتبقى بلاد ستيند اللي هي زي ميه بتغسل اللحمه كده بيبقى فيه ميه كده محمره. دي كلها اسباب، كل واحده ليها سبب. طبعا مهم قوي ان انت تسال الدم ده شكله عامل ازاي. في نوع تاني اسمه فولس هيموبتسيز، يعني ايه؟ ان الدم بيجي من الزور نتيجه ابيستاكسيز، والعيان يجي الدم يجي في زوره ويروح تفه يبقى بلاد. طبعا ده مع لو كان عنده ابيستاكسيز اللي هو نزيف من النوز، او بليدنج جم والعيان بيبتدي يجي زوره الدم ويروح تفه يقول لك ده هيموبتسيز. لا ده فولس هيموبتسيز، هيموبتسيز كاذب. يبقى ده اول مجموعه من الاسئله اللي هي كانت ليفت سايد هارت فيلير لانج كونجيشن. المجموعه الاخرى اللي هي لا تقل اهميه هي السيستميك كونجيشن، ده بيحصل مع مين؟ مع الرايت سايد هارت فيلير، ان الدم بيتخزن في السيستميك سيركيوليشن. لور ليمب بيحصل له لور ليمب اديما،
ابدومين يحصل له اسايتس وليفر كونجيشن، اللانج يحصل له بلورال افيوجن. يبقى ده الاسئله اللي بنسال عليها. اللور ليمب ايديما بنسال هو في تورم في الرجلين، طيب اونست كورس ديوريشن ابتدت بقالها قد ايه، بتزيد ولا بتقل، وابتدت فجاه ولا جراديولي بروجريسيف. الحاجه الثانيه بنشوفها اللي هي يونيلاترال ولا باي لاترال. طبعا الهارت فيلير الرايت سايد هارت فيلير يبقى باي لاترال، ما ينفعش يجي يونيلاترال. لو جه يونيلاترال فكر في حاجه لوكال، يكون عنده مثلا ديب فينس ثرومبوزس، عنده التهاب خلوي اللي هو سيليولايتس، عنده لينفيديما اللي هو انسداد في الليمفاتيك سيستم، بس ما يبقاش سيستميك كونجيشن، لان السيستميك كونجيشن ده سيستميك. اشمعنى رجل هتيجي والرجل الثانيه لا، لازم الاثنين يجوا. الديفرنشال دياجنوز ده من الاسئله اللطيفه قوي، يقول لك مثلا، بس ده برضو مش السنه دي، السنه الجايه يقول لك ايه، ايه الكوزز اوف ناروينج اوف شوز، بروجريسيف ناروينج اوف شوز، طبعا غير انك بتستعبط وعايز تغير الجزمه وتشتري واحده جديده كل شويه. قال لك ان في ثلاث اسباب اساسيه، لو في لينفيديما، لو في ميكس ديما، لو في اكروميجالي، هيبقى رجليه بتكبر لوحدها. طب ليه الانفيديما مش اديما عاديه؟ اصل الاديما اللي احنا بنتكلم عليها بتبقى سوفت بيتنج اديما، يعني تقدر تغرز رجليك جوه الجزمه ويحصل الاديما، تفضي وتملى تاني، بس الانفيديما تبقى هارد اديما. اديما لو ضغطت عليها ما تعملش بيتنج، ما تعملش نغل، ما تعملش ما تغرس لجوه. فاهمين قصدي؟ تمام. طبعا الديفرنشال دياجنوستيك في لور ليمب إديما كل يعني امراض كتيره قوي، اشهرها كاردياك هارت فيلير، الرايت سايد هارت فيلير يعني، او الرينال فيلير، هيباتيك فيلير، نيوتريشنال ما بياكلش بروتين، او انجي نيوروتيك إديما، او انفلاميشن سيلولايتس، او ليمفاتيك اوبستراكشن، او فينس اوبستراكشن، كل ده يعمل لور ليمب إديما. الإديمة تبتدي فين؟ لو العين بيتحرك بيقوم ويروح الحمام ويتحرك، دي تظهر في أول حاجة في إيه؟ في الأنكل، أول حتة تظهر فيها، عشان كده أنا أول ما بشوف بروح شايف الأنكل هل فيها، وأدوس عليها لمدة دقيقة وأشوف فيه أنكل إديمة ولا لأ. سكرة الإديمة ده لو كان عيان بدريد نايم على ظهره على طول، أروح باصص على ظهره لأن الديبندنت هو ظهره، فيحصل سكرة الإديمة. في الباك تلاقي الباك مورم كده. جي اي كونجيشن، طبعا الاحتقان بيبقى في الجسم كله، طب وليه ما بيبقاش في الوول بتاع الجي اي، الاستومك والسمول انتستين، فالعيان يشتكي من الم بعد الاكل، ديسبيبسيا اللي هو بين ريليتد تو فود، اونست كورس ديوريشن اللي هي زي سلام عليكم وعليكم السلام، اونست كورس ديوريشن. البين ان رايت هايبوكوندريا، وزي ما اتفقنا احنا قلنا ان البين بنسال على 10 ايتم، زي ما اتفقنا قبل كده البين لازم تسال على اونست كورس ديوريشن، سايت راديشن، كاركتر وسيفيريتي، ويتش انكريز ويتش ديكريز، واسوشيتد سيمتومز. بنسال برضو على الجوندس، طبعا احنا قلنا الكلام ده في الشيت بتاع الابدومين ان ديتيل، طبعا بنقول هل عينيك اصفرت، هل لون البول اتغير، ده كله من الليفر كونجيشن، السيستميك كونجيشن يعمل لي ليفر كونجيشن. ديفرنشال دياجنوز اوف جوندس ان كاردياك كيس، واحد عنده القلب وجاله ايه صفره، اول حاجه ايه ان هو جاله هيباتايتس عادي زي ما اي حد بيجيله، يعني اسوشيتد ديزيز، ده الموست كومن. ايه تاني بقى؟ اكتر حاجه اللي هو يكون رايت سايد هارت فيلير وعمل كونجيشن، برضو ده الموست كومن بعد الفيرال هيباتايتس. بسال على ابدومينال ديستنشن اذا كان حصل ولا لا، ولو قال لي بفتكر او بفكر في اسايتس. يبقى دي تاني مجموعه، اول مجموعه كانت ايه؟ ها؟ سيستميك كونجيشن، لانج كونجيشن، تاني مجموعه سيستميك كونجيشن، تالت مجموعه اللي هي لو كاردياك اوتبوت سيمتوم. احنا بنقولها ازاي؟ ونقول والله ابتدى اونست كورت ديوريشن برضو، ونسال على المانيفستيشن. الدم ما بيوصلش لجميع اجزاء الجسم، ناخدها من فوق لتحت. من فوق ما يوصلش للمخ، العيان يشتكي من ايه؟ lack of concentration، امنيزيا، dizziness، drowsiness، headache، blurring of vision، سينكوبال اتاك. يعني ايه سينكوبال اتاك؟ يعني يغمن عليا يغمن عليا، كل شويه يقوم مثلا كده يروح حاسس بديزنس ويروح ايه سينكوب مومنتري كده، لوس اوف كونشس. الهارت الدم ما بيوصلش لعضله القلب يغذيها نفسها، فيحصل له انجاينال اتاك. الكيدني يجي له اولوجوريا، كميه البول تقل. ماسل يحصل له ويكنس في الماسل وبين لما يتحرك، بيسموها كولوديكيشن بين، ان الدم ما يوصلش للعضلات، اسمها كولوديكيشن بين. في السكين يحس بان ايديه ساقعه، وده اللي بيحصل لكم في الشتاء ان ايديك ساقعه عشان ما بيوصلش الدم
مش عشان لو كارديك اوت بوت، لا عشان البلاد فيسل ضيقه، بس لو في لو كارديك اوت بوت برضه يحصل كولد اكستريمتيز. ده الثلاث اساسيات او الثلاث مجموعات الاساسيه اللي بنسال عليها. اول حاجه كان لانج كونجيشن، ثاني حاجه سيستميك كونجيشن، ثالث حاجه لو كاردياك اوت بوت. نخش في النقطه الرابعه المهمه جدا، بالبيتيشن. البالبيتيشن ببساطه هو الاحساس بضربات القلب. امتى تحس بضربات القلب؟ لو كانت سريعه، لو كانت غير منتظمه، ولو كانت بطيئه. تخيل يعني انت اي تغيير مش متعود عليه هتحس بالبيتيشن، يبقى سريعه تاكيكارديا، بطيئه برادي او الريجولار هارت. بنسال برضو الريت، هل هو رابد ولا سلو، اونست كورت ديوريشن، هل بتجيلك اثناء القعده الهدوء ولا سبونتينيوس يعني ولا انديوزد باكسرسايز، وهل هي ريجولار ولا مش ريجولر. هل العيان يحس؟ اه يحس. لو كانت ريجل تقول له يعني هي منتظمه زي الساعه، هيقول لك لا ده في دقه كده تلاقيها جت لوحدها، ده في دقات، وطبعا ده كله هيبان في الاكزامينيشن بوضوح. إيه بعد كده؟ يبقى احنا قلنا سيستميك كونجيشن، لانج كونجيشن، لو كاردياك اوت بوت، بالبيتيشن، والنقطه الخامسه تشيست بين. زي ما اتفقنا اي وجع، زي ما قلنا المره اللي فاتت، اي وجع وحتى لو وجع في الايه؟ في الحواجب، بنسال على ال10 نقط: اونس كورس ديوريشن، سايت راديشن، كاركتر وسيفيريتي، ويتش انكريز ويتش ديكريز، واسوشيتد سيمتومز. وطبعا الشيست بين بيليه كاركتر، هي قصه الجبل هنبقى نحكيها ان شاء الله في وقت تاني، اللي هي العيان اللي طلع الجبل كل دي المانيفستيشن بتاعته هو بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز. النقطه السادسه الفيفر. الفيفر بنشوف هل العيان ده عنده فيفر ولا لا، وجات له كانت اونس كورت ديوريشن، هل هو كان بياخد باراسيتامول او بياخد انتي بايريتك، وهل هو اتحجز في مستشفى حميات، السخونيه دي كانت شديده، استجابت لعلاج انتي بايوتيك ولا لا. طبعا انا كل رعبي من الانفكتيف اندوكاردايتس اللي بيجي مع الايه الروماتيك هارت ديزيز والفالفولار ديزيز، البالمونر انفاركشن، البريكاردايتس، كل دي اسباب بيبقى في الهارت، في الكارديول، في الكاردياك كيس ممكن تعمل له فيفر. معلومة مهمة جدا ومعلومة تتكتب بماء الذهب، أي مايلد فيفر في عيان كاردياك بعتبرها انفكتيف اندوكارديتس انتل بروف اذروايز. لازم الكلام ده تبقى مهمة جدا. يعني لو جالك عيان عنده ميترال فالف وعنده مايلد فيفر ايفن 38 ومش عارف لها سبب واضح، فكر على طول في انفكتيف اندوكارديتس. مش عايز اقول لك اللي احنا ساعات بنعالج على انها انفكتيف اندوكارديتس، لانها لو طلعت انفكتيف اندوكارديتس وانت ما عالجتهاش هتعمل مور دامج للهارت، ممكن تبقى لايف ثريتنينج، فطبعا حاجه مورتاليتي ويز مورتاليتي، فتيك كير منها جدا. دول النقط المهمين الست نقط، نقولهم تاني، انا زهقتكم انا عارف معلش، بس هم منهم مهمين قوي. من اول حاجه اللانج كونجيشن اللي هي الديسنيا والكف والاكسبكتريشن والهيموبسيز، بعد كده سيستميك كونجيشن، احفظ معايا مفيش وقت عندك تذاكر، احفظ واحنا بنتكلم. سيستميك كونجيشن اللي هي من تحت لفوق، لور لمب اديما، ابدومينال ديستنشن اسايتس يعني، او رايت هايبوكوندريال بين، او ديسبيبسيا نتيجه كونجيشن للجاستريك وول. بعد كده بنقول بالبيتيشن، اللو كارديك اوت بوت طبعا من فوق لتحت اللي هو من اول فوق لغايه السكين. بعد كده بنتكلم على الفيفر، سوري البالبيتيشن، بنتكلم على الفيفر. يبقى دول الست نقط اللي هم الاساسيين بتوعنا اللي لازم لو ما سالتش يبقى انت ملام. اللي بعد كده بريشر سيمتومز، يعني دي في حاجات رير بقى، يعني القلب لما بيكبر يحصل له انلارجمنت، بيضغط على اللي حواليه، وهو صراحه اللي حواليه كلهم يستحملوا الضغط ما عدا اللي وراه. اللي وراه اللي هو الاوسوفيجس والتراكية والريكارنت لارينجيال نير، هم دول الوحيدين اللي بيتاثروا، لان جنبه لانج الناحيه دي ولانج الناحيه دي وقدامه شيست وول، فما بيتاثروش قوي، العيان ما بيبقاش عنده مانيفستيشن، ولكن اللي بيتاثر هو اللي وراه. خدوا بالكم القلب يا جماعه بالشكل ده، الموست انتيريور ستراكشر، طبعا انتوا نفسكم تشوفوا بس انا يعني اللي قدامي بس هم اللي شايفين. القلب بالشكل ده، الموست انتيريور ستراكشر هو الرايت فنتري، الموست لور ستراكشر هو الليفت فنتري، الموست بوستيريور ستراكشر هو الرايت الليفت اتريوم، الموست رايت ستراكشر هو الرايت اتريوم.
يبقى انا عندي هنا القلب جلوبيلر، اللي قدام خالص هو رايت فينتريكل، اللي ورا خالص هو ليفت اتريوم. علشان كده لو الليفت اتريوم كبر هو ده اللي بيبقى ليه مانيفستيشن، يضغط على التراكيه يعمل لي براسيكاف، براسيكاف اللي هي كحه رنانه كده، يضغط على الاسوفجس يعمل لي ديسفيجيا زي ما خدنا في الجاسترو، الديسفيجيا اللي هو صعوبه في البلع، ليفت ريكارنت اللي هو يحصل لي هورسنس اوف فويس لان الفوكال كورد هم اللي بياخدهم، اللي بياخد سبلاي منهم. البلاد بريشر اليفيشن ان العيان يعني طبعا اشهر سبب او اشهر سيمتومز للعيان عنده ضغط اللي هو يبقى اسيمتوماتيك، اللي هو بيقيس الضغط كده فجاه ويلاقي الضغط عالي بدون مقدمات، وده الكومن. فيري رير انه يجي له بقى حاجه واضحه، يعني ايه بيستاكسيس تينيتس، الحاجات دي بتيجي في ادفانسد او لو كان صادن اليفيشن للبلاد بريشر، لانه هو قاتل صامت بيعلى شويه بشويه من غير ما العيان ياخد باله. لو قلت لك ايه هو شورست سيمتومز اوف هايبر تنشن، ان العيان بياخد انتي هايبرتنسيف دراج. اقول له يا حاج انت بتاخد، انت عندك ضغط؟ يقول لي لا الحمد لله. ضغط ايه بعد الشر عليا يا دكتور؟ لا الحمد لله. اروح السؤال اللي بعده، طب انت بتاخد علاج الضغط؟ ايوه يا دكتور ما انا باخده، ما عشان كده بقى كويس، انا ما عنديش ضغط. يا عم يا عم انت بتاخد علاج الضغط؟ هو العيان عنده كونسبت ان اللي هو دام داخد علاج الضغط ومتظبط يبقى ما بقاش عنده ضغط، فتكر من النقطه دي، لان لو سالته سيمبلي كده انت عندك ضغط؟ لا الحمد لله. طب بتاخد علاج الضغط؟ اه باخده بقى لي 10 سنين بس هو الحمد لله كويس، فتكر من النقطه دي. سيستميك امبولايزيشن طبعا لو في اندوكاردايتس او مايوكاردال انفاركشن او فنتريكولار انيوريزم، وفي شاور من ثرومباي يعني فرفوته صغيره من الكلوتد بلاد اتحركت وراحت قفلت لي، اتقفلت في المخ عملت هيميبليجيا، قفلت في الكوروناري عملت مايوكاردال انفاركشن، راحت في الانتستين عملت لي انتستاينال جانجرين وهكذا. كونجنتال هارت ديزيز ده طبعا انتوا هتاخدوها او خدتوها في الاطفال، هتبقى اللي هي الحاجات السيانوزيس، السكواتنج، الحاجات اللي هي الكونجنتال انومالي والمشاكل بتاعتها. بريفرال فاسكولار ديزيز انا طبعا بجري لان الحته دي يعني اقل اهميه، اللي هو العيان يحس بكوليديكيشن بين ان الدم ما بيوصلش للاطراف، يحس بكولدنس، السر، لوس اوف هير اللي هي تروفيك تشينج. سيمتومز اوف اذر سيستم افكشن اللي هو اذر بقى عنده، طب انت عندك يا حاج امساك، اسهال، ترجيع، عندك مشاكل في الحركه، الكلام ده كله نو اذر سيستم افكشن. بريفيس انفستيجيشن طبعا دي اهم حاجه، لما اقول له يا حاج انت كان عندك اي مشاكل قبل كده هيقول لي اه انا كان عندي حمى روماتيزميه وباخد لها حقنه بنسلين كل شهر، يبقى كده ده روماتيك هارت ديزيز قبل كده، او روماتيك فيفر قبل كده، او روماتيك روماتيك ديزيز قبل كده. لو العيان اتحجز في مستشفى للصدر وكان بياخد علاج بيحمر لون البول اسمه ريفامبيسين، يبقى انا كده كان عنده تي بي وهكذا. الباست هيستوري، الباست هيستوري طبعا انا بسال على باست هيستوري في الهرزيزيس، باست هيستوري في الدايابيتس، عمل عمليات، اتنقل له دم. فاميلي هيستوري، هل هو في سيميلر كونديشن ان فاميلي، هل هو بوزيتيف كونسانجونيتي ابوه وامه وقرايب، هيقول لك ايوه طبعا مش متجوزين، قصدي يعني قرايب يعني ولاد عم ولاد خاله او هكذا. طبعا احنا ان شاء الله دي اول محاضره، احنا كده قلنا الـ في عجاله برضو شديده جدا 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 الهيستوري بتاع العيان الكاردياك. المره الجايه ان شاء الله هناخد هنبتدي بقى في الجنرال طبعا بسرعه، لان احنا عندنا ثلاث محاضرات او اربعه انا عاملهم بتوع جنرال اكزامينيشن موجودون برضو في القناه، وهنقول بعد كده الجنرال اكزامينيشن سريعا ونخش على طول في الكاردياك لوكال كاردياك اكزامينيشن. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.